بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وحبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على نبيك المصطفى ووصيه المرتضى وعلى الصديقه فاطمه الزهراء وعلى الحسن الزكي المجتبى وعلى اخيه الشهيد بكربلاء وذريته المعصومين يا رب العالمين. اللهم عرفنا بهم وارزقنا شفاعتهم ولا تفرق بيننا وبينهم يا رب العالمين. مما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم. أبارك لكم أيها المؤمنون أيتها المؤمنات ذكرى ميلادي السبط الاول والامام الثاني من ائمه الهدى عليهم السلام الامام ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه واساله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكرامته في معرفتهم وشفاعتهم إنه على كل شيء قدير وبهذه المناسبة نتناول جانباً من حياة هذا الإمام العظيم والصبط الكبير وكنا قد تطرقنا في سنةٍ مضت الى جانب من احواله ومناقبه وصفاته الكريمه في حياته الشخصيه وفي هذه المناسبه نتناول باذن الله تعالى جانبا من الدور الكبير الذي قام به في حمايه شريعه جده واصحاب ابيه والابقاء على الثله الطيبه من تلامذه وانصار ابيه المرتضى عليه السلام وهو ذلك الامر الذي نتج عما عرف بين المؤرخين بصلح الامام الحسن المجتبى عليه السلام، وبالرغم من ان هذه القضيه ربما تم التعرض اليها مرارا، ولكنها لا تزال قابله للبحث وتسليط الضوء عليها والاشاره الى ما فيها من معان من اشهر ما يتعرض له المؤرخون هو ما عرف بصلح الامام الحسن المجتبى عليه السلام مع معاويه بن ابي سفيان اولا نحن لا بد ان نسجل ملاحظه في قضيه كلمه المصالحه والصلح فاذا كان المقصود منها ما هو حقيقتها وهو المهادنه والاتفاق على مجموعه امور يلتزم بها كل من الطرفين فهذا لا مانع منه لكنه ربما يريد البعض من ذوي الاتجاه الاموي او من اصحاب الاتجاه الرسمي في مدرسه الخلفاء لبيان ان القضيه كانت عباره عن مصالحه تامه وسلام بين الطرفين فهذا مما يمكن المناقشه فيه ونلاحظ ان هناك تاكيدا وتركيزا من قبل الاتجاه الاموي ومن قبل هذا الاتجاه الرسمي بان القضيه بين العلويين من جهه يمثلهم الامام الحسن وبين الامويين من جهه اخرى كانت مشكله وقد تم حلها واصبح الجميع في خير وسلام وهذا لا ريب انه غير صحيح نحن نلاحظ مثلا ان معاويه قد ارسل الى الامام الحسين عليه السلام بعد قد ارسل الى عبد الله بن جعفر بعد شهاده الامام الحسن المجتبى عليه السلام يخطب منه ابنته أي ابنة عبد الله بن جعفر لابنه يزيد الغرض من ذلك كما قال على صلح الحيين والمهر بالغا ما بلغ معاوية يريد أن يخطب بنت عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب الغاية من ذلك هو أن يصطلح الحيان الأمويون والعلويون المهر أي مقدار الذي تريدون فعبد الله بن جعفر تخاطب مع الإمام الحسين عليه السلام في قضية مفصلة يستشيره فيها الإمام الحسين عليه السلام قال كلمة عبرت عن رفض هذه الخطبه بهذا المعنى قال واما ما كان بيننا وبينكم فانه كان لله قطعناكم في الله عز وجل وحاربناكم في الله عز وجل ومثل هذا مضمون الكلام ومثل هذا لا يحله خطبه امراه او زواجها القضيه ليست زعلا شخصيا ولا مشكله عائليه وانما هي قضيه مبدئيه دينيه انتم تمثلون خطا مخالفا للاسلام ونحن نمثل خط الاسلام ومثل هذا لا يحل بمال يعطى او بزواج يعقد او ما شابه ذلك وهذا التبسيط ايضا وجدناه عند بعضهم من قاده الامويين عندما خاطب محمد بن الاشعث الكندي الامام الحسين عليه السلام فقال انزل على حكم بني عمك فلن يضروك شيئا ولن ترى فيهم الا ما تحب، ليش ما تتنازل؟ هذول اولاد عمك والقضيه تنتهي وانت راح تحصل على مصالح وقضايا. هذا تبسيط للمساله. من ذلك نحن نقول انه اذا كان الكلام عن المصالحه بهذا المعنى فهذا كلام خاطئ. واذا كان المعنى لا تاريخ حدث سياسي معين بدل الحرب انتهى الامر الى الصلح بدل القتال انتهى الامر الى الهدنه ضمن اطار شروط وقضايا تم الاتفاق عليها وحتى الذين عبروا بهذا المعنى فكتبوا عن صلح الامام الحسن من علماء الطائفة انما كان قصدهم هذا الذي ذكرناه لا ما يقصده اتباع الاتجاه الاموي. هذه المهادنة، هذه المصالحة بهذا المعنى، هذا الصلح بهذا المعنى، كان له ثلاث اتجاهات في تفسيره، ثلاث نظريات في تقييمه النظريه الاولى هي النظريه الامويه وقد تبعها ايضا الاتجاه الرسمي في مدرسه الخلفاء الان المؤرخون الكتاب مناهج التدريس التي تدرس في بلاد المسلمين ضمن هذا الاطار وضمن هذا الفهم وهو الاتجاه الاموي يقوم على اساس ان كان انه كان هناك نزاع بين الحسن بن علي بن ابي طالب باعتباره جاء بعد والده وبين معاويه بن ابي سفيان باعتباره والي الشام الذي عين من زمان الخليفه الثاني والثالث وبقي هكذا ولم يقبل خلافه امير المؤمنين عليه السلام وخاض معه حرب صفين كما هو المعروف بعدما جاء الامام الحسن المجتبى عليه السلام وبويع من قبل الناس في الكوفه معاويه طبيعي اعلن الرفض لذلك وبدا يتجهز للقتال والامام الحسن عليه السلام ندب الناس لقتاله انتهت المساله الى ان لا تحدث الحرب وانما ان يحدث صلح بين الحسن المجتبى وبين معاويه قالوا هنا ان معاويه ارسل الى الحسن كما قالوا ورقة بيضاء وطلب منه فيها أن يكتب شروطه لوقف القتال بحيث يكون معاوية هو الخليفة والحاكم وبعده يكون الحسن هو الحاكم والخليفة تقول هذه الرؤية معاوية أيضا بذل أموالا كثيرة للإمام الحسن المجتبى لكي يقبل بهذا الصلح ولكي يعين من خلفه فكان أن قبل الحسن المجتبى الصلح لكي يحقن دم المسلمين فالتقت الرغبة في الطرفين من هنا يريدون الصلح اهل الشام والحسن ايضا يريد المصالحه ثم بعد ذلك تقول هذه النظريه الامويه ان الحسن رجع من الكوفه الى المدينه واعتزل الامر السياسي حسب التعبير اعتزل امر الناس وانشغل ب أموري باموره الشخصيه حيث كان مثلا متعدد الزوجات وانشغل ايضا بالتعليم وما شابه ذلك واجتمع الناس على معاويه في كل البلاد الاسلاميه فكان لذلك سمي ذلك العام بعام الجماعه ثم ان معاويه بدا في العمران وكذا وكذا كما هم يقولون وينشرون هذه الصوره الملائكيه الايجابيه عن الموضوع هذه الرؤيه التي كما قلت تبناها مصادر مدرسه الخلفاء والاتجاه الرسمي في الاسلام، وهي الان هي المنهج الدراسي في اكثر بلاد المسلمين. لو فكرنا فيها قليلا، واستبطناها شيئا ما، سوف نجد ان هذه النظريه تريد ان تنتهي الى ان الامام الحسن عليه السلام انما نهض للحرب ولم يكن محقا في ذلك فلما اعطي المال واعطي العطاءات الكثيره من قبل معاويه تنازل عن هذه الحرب، هذه الفكره عندما نتامل فيها قليلا نجد انها تطعن في الامام الحسن المجتبى في امامته في مبدئيته في مصداقيته وفي دوافعه من الحرب انت عندما تقول فلان شن الحرب فلما اعطي المال ترك الحرب هذا ماذا ماذا تريد ان تقول في الاخير؟ كانك تريد ان تقول ان هذا الشخص هو انسان مرتزق، هو انسان يحركه المال الذي كان محروما منه حتى اذا حصل عليه او على امثاله ترك القتال. وهذا لا ريب انه كذب صريح وواضح، فان معاويه الذي كان باغيا على امير المؤمنين عليه السلام وهو الفئة الباغية بنص رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أعلنه للناس يا عمار آخر شرابك ضياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية فعين أن الفئة الباغية هي معاوية وعمر بن العاص هذه الفئة الباغية ما رح تتغير بين يوم وآخر لتصبح فئة هادية هي الفئة الباغية في زمان علي وهي الفئة الباغية التي استمرت في زمان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والإمام الحسن من الناحية الدينية عند الجميع عند جميع المسلمين هو سيد شباب أهل الجنة ولا يمكن أن يكون أحد سيد شباب أهل الجنة في الآخرة إلا وهو سيد شبابي، سيد أهل الدنيا في زمانه على الأقل وهذا الحديث سيد شباب أهل الجنة مروي من الطرفين فمن الناحية الدينية هو المؤهل ومن الناحية الخارجية فقد اجتمع عليه المسلمون بعد شهادة أبيه علي عليه السلام إلا ما كان من عصيان الشام وتمرد معاويه فهو صاحب الحق الاصلي ذلك الرجل هو الباغي فئته فئته هي الباغيه وبالتالي كان من الطبيعي ان يقوم الامام الحسن عليه السلام في وجهه وينهض في مقابله نجي الى نظريه اسوا من هذه النظريه وهي النظرية العباسية. العباسيون مع انهم ابناء عمومة الامام الحسن عليه السلام جدهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله وعم امير المؤمنين عليه السلام ولكن وابن عباس عبد الله هو تلميذ امير المؤمنين عليه السلام ولكن الخلفاء العباسيين بالذات من زمان المنصور العباسي سلكوا اتجاها شديد العداوه للعلويين وهذا يحتاج له الى بحث مفصل قطعوا الاتصال الثقافي والعلمي الذي كان بين العائلتين من خلال عبد الله بن عباس وقطعوا الاتصال النسبي والرحمي عندما بداوا بالقتل في العلويين ولك ان ترى كتاب مقاتل الطالبيين لكي تنظر حجم المعاناه والقتل التي نفذها العباسيون في حق آل ابي طالب هذا من جهة أخرى وعلى المدى الاجتماعي أيضا أضيف إلى ذلك أن بعض بني الحسن ثاروا ضد المنصور العباسي، المنصور العباسي ما كان مؤهل للخلافة بل هو بايع محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكيه من احفاد الامام الحسن المجتبى عليه السلام بايعه بالخلافه المنصور بايع محمد بن عبد الله الحسني النفس الزكيه بالخلافه فله في عنقه بيع له لكنهم تامروا في القضيه والتفوا فيها واخذوا الخلافه بيدهم ويا ليت اكتفوا بهذا وانما سعوا لقتل وتشريد ال ابي طالب فصارت المعركه بينهم وبين الحسنيين ثار ابناء الحسن على المنصور العباسي المنصور العباسي لم يكتفي بالسجن لهؤلاء فقد سجن عددا كبيرا منهم لم يكتفي بقتالهم في حربه اياهم في البصره في المدينه في مكه وانما فوق ذلك ايضا ترك وثائق في غايه السوء من رسائله في شان اهل البيت عليهم السلام فمن رسائله اللي بعدين هذه صارت صارت اشبه بثقافه في الدوله العباسيه لانه كان في معركه مع بني الحسن تعرض للامام الحسن المجتبى عليه السلام باشنع الصفات واقذع فيها كان بذيئا للغايه والذي يراجع بعض كتبه ورسائله الى بني الحسن يلاحظ هذا الامر من افكار تلك الرسائل ان الحسن لم يكن ابوكم الحسن لم يكن رجلا وانما انصرف الى النساء، وانشغل بالملذات والشهوات، واخذ المال وباع الامامه بامواله باموال معاويه. وهذه تسربت إلى أعداء أهل البيت عليهم السلام فأخذوا ينفخون في كيرها عندما نأتي إلى بعض ما قيل وهو أمر يثار أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام انشغل بالنساء أيها الناس عددوا لنا زوجات الإمام الحسن عليه السلام عددوها حتى نعرف كم هي أقصى ما ذكروا من الأسماء أن الحسن المجتبى عليه السلام تزوج اثنتي عشرة امرأة 12 امرأة بالزواج الدائم طيب إحنا نقبل هذا الكلام خلينا نشوف هل هذه كانت شيئا خاصا بالامام الحسن عليه السلام او لا؟ اقرأوا كم كان عدد زوجات اصحاب النبي وابناء اصحابه، انا انقل لك هذه الاعداد بشكل سريع يذكرون ان سعد بن ابي وقاص تزوج احدى عشره امراه وان عبد الرحمن بن عوف تزوج في روايه اثنتي عشره امراه وفي روايه اخرى عشرين وان الخليفه الثاني والثالث كل منهما تزوج تسع نساء وأن أمير المؤمنين عليه السلام تزوج ثمان نساء حرائر غير ما كان بملك اليمين طيب هذا المعدل بين عشرين لمثل عبد الرحمن بن عوف وأحد عشر لسعد بن أبي وقاص وتسع وعشر لفلان وفلان كيف لم تصبح سبة هناك وأصبحت سبة هنا على أننا حتى في هذه أيضا نشكك فيها فإن الشيء يعرف بآثاره إن عدد أولاد الإمام الحسن عليه السلام من الذكور والإناث لا يساعد على أن يكون له مثل هذا العدد اثني عشر اثنتي عشرة امرأة فنحن نعتقد حتى هذا المقدار هو فيه إضافة فمن أين انشغل بالنساء والزواج والطلاق وما شابه ذلك نعم كان هناك تكثيف في الاعلام بحيث اصبحت هذه القضيه من القضايا المسلمه الان كانما لا تحتاج الى نقاش هذا من الامور هذه من النظريه العباسيه لم يكن رجلا كيف لم يكن رجلا اذا لم يكن رجلا كيف صار سيد شباب اهل الجنه رسول الله يقول سيد شباب اهل الجنه الحسن المنصور العباسي يقول لم يكن رجلا أي ايهما نصدق اي لا ريب ان الكاذب في ذلك هو المنصور العباسي وان الصادق المصدق هو رسول الله صلى الله عليه واله بل في مصادر مدرسه الخلفاء هذا الحديث مما يكاد يكون متواترا عندهم وهو ان النبي قال ان ابني هذا واشار الى الامام الحسن سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين فبناء على هذا الحديث ابني هذا سيد ومعنى السياده معنى واسع ومفصل كيف يكون انسان سيدا واخر ليس بسيد والمقصود هنا ليس المقصود السياده النسبيه فقط وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين اذا صح ذلك أن الذي قام بالإصلاح هو الإمام الحسن عليه السلام وهو شأنه وشأن آبائه، لسان الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، ولسان حال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ولسان حال الإمام الحسين خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وهكذا هاي هي المسيره الطبيعيه لكن الاتجاه العباسي والذي سيطر لفترة ثلاث قرون تقريبا او تزيد على خلافه المسلمين وبث هذه الافكار من خلال خطب الجمعه والكتب والروايات والاحاديث ومن شابه ذلك وما شابه ذلك نحن نعتقد أن الإمام الحسن عليه السلام هو خير الناس كما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه واله في حديث لا يصح لغير الحسن والحسين أن النبي أخذ الحسن والحسين وخرج على الناس فقال أيها الناس ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة الحسن والحسين جدهما رسول الله وجدتهما خديجة وأبوهما علي وأمهما فاطمة وعمهما جعفر وعمتهما أم هاني وخالهما القاسم وخالتهما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه واله هذا النسب هذا المجد هذا الحسب لا يوجد لبشر في الكون حتى رسول الله صلى الله عليه واله ورسول الله افضل منهما وجدهما وخير منهما وامامهما لكن هذه المقاييس ليست لرسول الله ليست لعلي بن ابي طالب عليه السلام وهو ابوهما وسيدهما وامامهما لكن هذه المجموعه خير الناس ابا واما وجدا وجده وخالا وخاله وعما وعمه لا تنطبق على احد في الكون الا على الحسن المجتبى وعلى الإمام الحسين عليه السلام كما قلنا حتى لا ت... لا تنطبق على رسول الله وهو أفضل الكائنات لكن هذه الحلقات لا لا تتسق في نسب رسول الله ولا في نسب أمير المؤمنين عليه السلام ولا في غيرهما فماذا يعني أن يقول هؤلاء هكذا ورسول الله يقول شيئا آخر ولشد ما اختلف العباسيون من جهة ورسول الله صلى الله عليه واله من جهة أخرى في الأقوال والأفعال والسيرة رؤيتنا الإمامية في هذا أن مصالحة الإمام الحسن عليه السلام المجتبى كانت كما قال هو علة مصالحة معاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه واله لقريش في الحديبية نفس المعطيات نفس النتائج نفس الفوائد التي ترتبت على صلح الإمام صلح النبي صلى الله عليه واله المعروف بصلح الحديبية مع قريش هي نفسها ترتبت على صلح الإمام الحسن في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول ما مضمونه أنه ما فعله الحسن من الصلح خير للأمة مما طلعت عليه الشمس ما طلعت عليه الشمس ماذا يعني يعني كل ثروات الارض هي مما طلعت عليه الشمس كل الفوائد كل المنافع تحققت ببركه هذا الصلح ببركه هذا الصلح صان الامام الحسن المجتبى عليه السلام الصفوه الصالحه من اتباع ابيه مده عشر سنوات لم يرتكب معاويه قتل احد من اصحاب الامام امير المؤمنين عليه السلام الكبار راجعوا التواريخ هناك كتاب جميل للسيد سامي البدري اسمه الإمام الحسن في مواجهة الانشقاق الأموي يبين فيه كما بين غيره أيضا أن القتل الذي حدث والإيذاء الذي صار واللعن والشتم الذي حدث بعد الصلح إنما كان بعد مرور عشر سنوات ليس مباشره بعد المصالحه وانما بعد مرور عشر سنوات يعني فتره الامام الحسن المجتبى عليه السلام تم تضمين هذا الجانب وهناك تحقيق كبير في هذا الجانب انصح بالرجوع اليه الامام الحسن المجتبى عليه السلام كانما يريد ان يقول نحن لسنا دعاة حرب تحرق الاخضر واليابس من اجل ان يتولى فلان الحكم ويصدر الفرامين ويجلس على الكرسي هذا ليس شاننا هو شان غيرنا ما عند مانع سلطان الفلاني ان يخوض حربا تزهق فيها النفوس بعشرات الالوف وتيتم فيها ال اولاد وتثكل فيها الزوجات وتنهدم فيها البيوت من اجل ان اثبت نفسي انا حاكما وواليا وليذهب الباقي للجحيم الامام الحسن المجتبى يتمثل كلام والده امير المؤمنين عليه السلام عندما يخاطب ابن عباس ويشير الى حذائه الممزق ويقول أترى هذه فإنها عندي إن إمرتكم عندي أهون من هذه إلا أن أقيم حقا أو أن أدفع باطلا الإمام الحسن المجتبى أيضا هو كذلك ليس هاوي حرب وقتال وإنما هو يريد أن يضمن بقاء الرسالة وبقاء أبناء الرسالة أصحاب علي من أصحاب علي عليه السلام وتلامذته وهذا ما حصل في زمانه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عارفي هذا الإمام العظيم والسائرين على منهاجه ونذكر بعض أبيات المدح في حقه وحق اهل بيته الطاهرين يا ال بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله كفاكم من عظيم الشان انكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له اللهم صل على محمد وآل محمد للزكي ابن فاطم سبط طه مكرمات أعيا الورى إحصاها فلتصغر عن قدره شعراء حسن سبط احمد مجتباها قد حوى كل ما حويت اولياها اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم اللهم انا نسألك بالحسن المجتبى وبجده المصطفى وبأبيه المرتضى وبأمه فاطمة الزهراء وبأخيه الشهيد بكربلاء أن تصلي عليهم وأن تقضي حوائجنا وأن تجمعنا وإياهم في الدنيا والآخرة اللهم اكشف هذا الوباء عن عبادك وسلم المؤمنين منه وادفع الشر والبلاء عمن يعبدك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين